سي محمد خدي فنان أعطى الكثير والكثير لهذه البلاد وما خداش حقه، وانا جد حزينه في هذه الجنازه ديالو لان كنشوف الغياب التام ديال الاصدقاء ديالو. يعني راه خدم مع تقريبا كاع الممثلين ديال المغرب كامل، خدم معاهم. يعني انا ملي جيت التحقت بهذا الميدان في 81 خدمت معاه، وكان ومن ذاك الوقت هو كيخدم وشوفي زعما حتى حد ما جا. ف مسكين توجيه الفنانه اللي ما حضروش اليوم، اش غنقول لهم؟ يعني حتى الموت ولات بالوجهيات حشومه حشومه. يعني كيبان لي انا بحال كيبان لي ولا نفاق، شي كيحضروا ليه شي ما كيحضروش ليه ما. ولكن العزاء ديالنا ان الحمد لله كنا كنمشيو لمحل واحد، وكنتمنى ان ربي يكون التعويض ديالو، ان ربي الناس اللي غتستقبلوا ليه والملائكه الرحمه اللي غتستقبلوا ليه ومتواه يكون ليه احسن من هنا، يكون يعني التعويض ديالو ليه احسن من هنا. هذه دايزه نعيشوا شحال ما عشنا ونوصلوا في النجوميه فين ما وصلنا، واحد النهار غادي نموتوا حتى حنا بحاله، ولكن كيبقى ما غينفعنا حتى شي حد. شي واخا يجيو يعني واخا يجيو الناس دابا بزاف ما كي لا يهم، حتى حد ما غينفعوا، ينفعوا اعماله وافعاله. والحمد لله هو راجل طيب ودخل سوق راسه وكيبغي الخير وكيدير الخير، ما سمعنا عليه الا كل الخير في هذه الفتره كلها اللي كنا اصدقاء ديالو معاشرينه.